يعطيكم العافية. احنا المرة الماضية احنا بلشنا في المثال تبع الـ Economic Order Quantity، وحكينا يعني في عندي اسلوبين، يا اما بختار الـ Quantity قيمتها 390 او اختار الـ Quantity قيمتها 468، وفي هذه سميناها Q1 وهي سميناها Q2، في Quantity ثالثة اللي سميناها Economic Order Quantity. كان بنفس الـ Economic Order Quantity، لو يكون مك اوردر كنت شوف تعمل بالانفنتوري كوست، تعمل مينيمم انفنتوري كوست. تمام، طيب اعطينا عليها المثال الاول، حسب الانفنتوري كوست لاول كميه طلعت 3000 شوي، عملنا الانفنتوري كوست للكميه الثانيه اللي هي 462 طلعت اعلى. إذا بالنسبة لي هاي الكوانتيتي أحسن، في كوانتيتي أحسن منها؟ نعم. شو الكوانتيتي الأحسن؟ أول طريقة عملناها بالرسم، حكينا بالرسم مش مطلوب منا لأنه الإيكويجن كثير سهلة. الإيكونوميك أوردر كوانتيتي لها علاقة بالديماند السنوي، لها علاقة بالسيت أب كوست، ولها علاقة بالهولدنج كوست. حسبنا الإيكونوميك أوردر كوانتيتي، حكينا في عندي 2 مضروبة في الديماند السنوي، هذا الديماند السنوي اللي هو عبارة عن 18 في 52، في عندي 52 اسبوع بالسنة، عندي السيت اب كوست 45، وعندي الهولدنج كوست ربع قيمة الايتم اللي هي 15 دولار، طلعت القيمة 75. الآن إذا بدي أحسب الكوست تبع ال 75 الأصل شو يكون؟ شو يكون الكوست؟ لكن يكون أقل ما يمكن، هو سي يساوي 75 تقريبا على 2 مضروبة في الهولدنج كوست اللي هو 15، حكينا الهولدنج كوست 15 دولار، تزيد على سيت اب كوست. كم سيت اب كوست؟ عندي الديماند السنوي اللي هو 52 في 18 اللي هو 936 على الكمية اللي هي 75، هيك حسب عدد الاوردر السنوية. هاي بتروح في سيت اب كوست اللي هو كم؟ 45. إذا جمعت هذه الأرقام شو راح يطلع عندي الأنيوال كوست؟ هي 1100 وشوي، مقابل كم؟ لما كان 390 كان تقريبا هذه الـ Q، لما Q تساوي كان الكوست تبعها كم يساوي؟ حوالي 3000. إذا عندي هون الكوست تبعي نزل. طيب إذا بدي أحسب التايم بتوين أوردر، كل إمتى بعمل أوردر جديد؟ حكينا بحسب الكوانتيتي على الديماند السنوي بضربها في 1 إذا بدي سنوي، إذا بدي شهري بضرب 12، إذا بدي يومي بضرب 365، إذا بدي أسبوعي بضرب 52. هون حسبناها لسه يومي هي 75 على 936 ضربتها في 365 أعطتني تقريبا 29 يوم. إذا أنا كل 29 يوم بعمل أوردر، كل 29 يوم بعمل أوردر إذا كانت الكمية كم؟ 75. هنا أعطاني مثال ثاني، كان في عندي هاردوير ستور، في واحد من الأيتمز الموجودة عندي، هذا الأيتم الديماند تبعه بالأسبوع عبارة عن 60 قطعة بالأسبوع، بدي أحولها لسنوي بضرب هذا الرقم في 52 شو بعطيني؟ الديماند السنوي اللي هو 3120. حكى لي السيت اب كوست عباره عن 30 دولار، والهولدنج كوست 25% من السيلينج برايس، كم ببيعه؟ ببيعه 80، وربعه كم؟ 20. اذا هذا بالنسبه لي هو عباره عن اتش. مطلوب مني احسب ايش؟ الايكونوميك اوردر كوانتيتي، واقارنها مع الكوانتيتي اللي كانت موجوده اول. اول كان يطلب كل 360 يطلب مره واحده، اذا يصير عندي الانفنتوري زيرو خلصت الايتم اللي موجود عنده يرد يطلب 360 مره ثانيه. بدنا نحسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي، اول شيء اللي هي جذر 2 الديماند السنوي مضروبه في السيت اب كوست على الهولدنج كوست، كم طلعت قطعه؟ 97 قطعه. دائما بطلب كميه ثابته مقدارها 97، بدي اقارنها مع ال 360. اذا حسبت الكوست بالاولى اللي هي 360 تحت 360 على 2 مضروبة في الهولدنج كوست زائد الديماند السنوي على 360، هيك طلعت عدد الاوردرز. عدد الاوردر ضربته في السيت اب كوست اعطاني
السيت اب كوست الانيوال، جمعتهم الاثنين مع بعض اعطاني الكوست كامل. في حال طلبت الايكونوميك اوردر كوانتيتي الاصل الانفنتوري كوست ينزل. بدنا نتاكد، هي بدنا نحسب الكوست كيو على 2 مضروب في اتش، بعدين عدد الاوردرز اللي هو الديماند السنوي المقسوم على كيو بتضرب في الست اب كوست، جمعتهم طلع 1935. قارن هذول الرقمين مع بعض، هذا اكيد هذا الرقم هو اقل. تمام. طيب بحكي لي التايم بتوين اوردر، كل امتى انا بطلب اذا كان عندي الكميه هي 360، وكل امتى بطلب اذا كانت الايكونوميك اوردر كوانتيتي. ايكونوميك اوردر كوانتيتي حكينا كم قيمتها؟ 97 يونت. بحكي لاول وحده بدي احسب اسبوعي، طلبني احكي اكسبكت اكسبريس ان ويك، فالاصل احسبها ان ويكس، فاضرب 2 اضرب في 52، بضرب الاوردر الكميه تبعتي على الديماند السنوي بقسمهم مع بعض بضربهم في 52، اعطاني كل 6 اسابيع بعمل اوردر. لكن اذا كانت ايكونوميك اوردر كوانتيتي بما انها صغيره، عدد الاوردرز يصير مور فريكوينت، راح يصير كل فتره اقرب اصير اعمل اوردر جديد. هاي القيمه اللي هي عباره عن 97 على الديماند السنوي بضربتها في 52 حتى احولها لاسابيع، اللي طلعت 1.6 ويكس. هاي القيم لا تقربها. حتى هون اذا طلعت معك الايكونوميك اوردر كوانتيتي رقم معين لا تقربها ان لسه انا حكيت لك. طيب بحكي لي بدك تنتبه على المعادله تبعتي، شو تاثيرات اللي بتصير على الايكونوميك اوردر كوانتيتي اذا تغير واحد من الفاريبلز؟ حسب المعادله، المعادله واضحه، الديماند السنوي بيهمني يزيد حتى يصير في عندي سيلز زياده. طيب اذا زاد الديماند السنوي شو بيصير بالايكونوميك اوردر كوانتيتي؟ بتضل زي ما هي ولا بتنزاد؟ بما انها موجوده في البسط فوق، اذا زادت زاد الديماند السنوي بيزيد كميه الايكونوميك اوردر كوانتيتي. اذا زاد السيت اب كوست هيك بضطر ازيد الكميات حتى اقلل السيت اب كوست، مزبوط. فانا بهمني شو بهمني، انا فعليا بهمني انزل السيت اب كوست. اذا نزلت السيت اب كوست شو بيصير بالكوانتيتي؟ الاصل الكوانتيتي تبعتي بصير ما اطلب كميه كبيره، بصير اطلب كميات اصغر. نيجي لاخر شيء، انا بهمني انزل الهولدنج كوست. اذا نزل الهولدنج كوست شو بيصير بالكميات؟ بصير اطلب كميات اكبر بالنسبه للايكونوميك اوردر كوانتيتي. حسب المعادله واضحه، اذا كانت في البسط اذا بدي ازيد بزيد، اذا بدي انقص بنقص، اذا كانت في المقام بيكون بالعكس. اذا بدي انقص قيمه الهولدنج كوست شو بعمل في الايكونوميك اوردر كوانتيتي؟ الاصل تزيد. طيب هلا السيستم اللي حكينا عنه قبل شوي بنسميه سايكل انفنتوري، راح نشرح مجموعه من انواع التحكم بالانفنتوري. في عندي نوعين اساسيات راح نحكي عنهم. النوع الاول اللي هو بيشبه السايكل انفنتوري بسميه كيو سيستم او كونتينوس ريفيو سيستم. الكونتينوس ريفيو سيستم زيه زي السايكل انفنتوري، شو بعمل؟ بحكي لي هي الديماند تبعي، بحكي لي الكميه دائما اللي بطلبها ثابته، بستهلك ديماند لما اصل عند حد معين هون شو بسوي بالكمية اللي أطلبها؟ هل راح تكون مختلفة عن الكمية الكيو واحد اللي طلبتها ولا لازم تكون نفسها؟ كمية برجع أطلب نفس الكمية. إذا عندي بالكونتينوس ريفيو سيستم كأنه بحكي لي دائما ظل يتفرج على الانفنتوري تبعك، كم الكمية اللي ظلت عندي في المخزن. إذا هذه الكمية نزلت تحت حد معين مبدئيا راح احكي عنه صفر، شو لازم أعمل؟ أطلب كمية جديدة، هاي الكمية دائما قيمتها ثابتة. لهيك سميناها كيو سيستم. ليش سميناها كونتينيوس ريفيو؟ إمتى أنا بعمل تشيك على الإنفنتوري تبعي قديش كمية الإنفنتوري؟ هاي الإنفنتوري بنسميها إنفنتوري بوزيشن، كمية الإنفنتوري. مش دائما بعمل كونتينيوس؟ كل ما بيصير في عندي نقص من المخزون او استهلاك من المخزون برد اتاكد من كميه المخزون انها نزلت للزيرو او لا. فصارت عمليه الريفيو تبعت السيستم تبعتي هي عباره عن كونتينيوس، فدائما بتفرج على الانفنتوري سيستم بشكل متواصل. طبعا هو مش 100% كونتينيوس، ممكن يكون ديسكريت، ففعليا ما في داعي انا اعمل تشيك للانفنتوري بوزيشن الا اذا طلع عندي شيء من السيستم، يعني فعليا استعملت شيء للبرودكشن او اجاني كميات من السبلاير، وقتها بتاكد من الانفنتوري بوزيشن. شو يعني انفنتوري بوزيشن ككونسبت؟ ايش معنى الانفنتوري بوزيشن؟
كمية المخزون الموجودة عندي شو معناها؟ على ايش تحتوي؟ اسأل حالي سؤال على سبيل المثال، في عندي مخزن، هذا المخزن بيبيع بايسيكلز، عنده 100 بسكليت في المخزن، هل كمية الانفنتوري بوزيشن هي عبارة عن 100؟ ولا لازم انتبه لأشياء ثانية؟ طب هذول ال 100 اللي موجودين عندي، هل في واحد منهم الكاستمرز في جزء منهم، على سبيل المثال اللي حكي اجاني اوردر قيمته 10 بايسيكلز، وحكيت انهم مبيعين خلاص بس لسه موجودين عندي على ارض المصنع، هل بحسبهم من الانفنتوري بوزيشن ولا اصلا ما احسبهم؟ مبيعين باعتبار. انا راح اكمل اذا حدا سالني، يعني اذا مش فاهمين اسالوني، لانه ما بينفعش الواحد يضل يسال ما حدش يجاوب. اذا في عندي بالانفنتوري بوزيشن ثلاث نقاط اساسيه، النقطه الاولى بدي اشوف شو في عندي اشياء موجوده على الشلفات، كم في عندي بايسيكل 100، طب هذول ال 100 كلهم الي ولا في شيء موعود فيه الكاستمر وما بيوع ولسه ما طلع؟ هذول اللي وعدتهم بالكاستمر بسميهم باك اوردرز، يعني الكاستمر اوريدي الكاستمر طلب الاوردر بس موجودين عندي لسه عند السبلاير، السبلاير ما طلعهم بس موجودين في المخزن، ما بحسبهم من ضمن الانفنتوري بوزيشن تبعي. ليه؟ لانهم فعليا مش الي، صاروا اوريدي للكاستمر تبعي. طيب هلا ليتس سي انا في عندي 100 حكينا بالمخزن، 10 منهم كانوا مبيوعين للكاستمر بس لسه موجودين عندي، وانا كنت طالب من السبلاير تبعي كمان 50، يعني لسه بده يجيني بالطريق كمان 50 50 كرز 50 بايسيكل. هلا اللي طلعوا من السبلاير اللي بدي اخذهم انا الي بعتبرهم كانهم موجودين عندي في المخزن، لاني مش فعليا راح يصلوا بعد فتره وما في داعي اطلب كميه جديده الا اذا لزم. فهاي الكميه شو بنسميها؟ بنسميها سكيدجول ريسيبت، اللي هي توقعات بالاستلام او استلام مرتب. اذا الانفنتوري بوزيشن دائما مكون من ثلاث اجزاء اساسيه، اول شيء اللي هو الاون هاند انفنتوري، شو موجود عندي على ارض المخزن، بدي ازيد عليه شو اتوقع يصني من السبلاير، بدي اشيل منه الطلبات تبعات الكاستمر اللي موجوده عندي بس لسه موجوده على ارض المصنع. هاي الكميه شو بنسميها؟ انفنتوري بوزيشن. اذا هذا الانفنتوري بوزيشن نزل تحت الزيرو، نزل لعند الزيرو، شو بعمل حسب هذا السيستم الاوردرينج سيستم سميناه كونتينيوس ريفيو سيستم؟ بطلب كميه، شو مقدارها؟ كيو، دائما ثابت. اذا دائما بعمل تشيك على الانفنتوري بوزيشن بشكل كونتينيوس تقريبا، لهيك بنعمل دائما تراكنج للانفنتوري بوزيشن. اذا الانفنتوري بوزيشن نزل للزيرو بعمل اوردر جديد مقداره كيو، الكميه ثابته. قديش انا بعمل كميه تبعتي؟ كل 50 بطلب مره، مثلا 50 50 50 50، اذا نزل عندي الزيرو بطلب 50، هاي الكمية دائما بتكون ثابتة. شو كمية الكيو طيب لازم تكون حتى انزل الانفنتوري بوزيشن؟ شو افضل كمية؟ حسب ما اشتغلنا بالسلايدات الماضية، اخذ كمية عشوائية كيو. الايكونوميك، تاخذ الايكونوميك اوردر كونتي. طيب هون اعطاني مثال على هذا السيستم. قبل ما اشرح هذه الرسمة بدي اسألك سؤال. هاي عندي الانفنتوري، هون طلبت كوانتيتي، هاي الكوانتيتي شو راح تصير؟ راح تنزل صح؟ راح استهلكها، راح تصل للزيرو. هون بلشت في كيو وهون وصلت للزيرو. طيب اذا طلبت كميه الان كيو مباشره، الان لما وصلت عندي الزيرو طلبت كميه مقدارها كيو، هل راح تصلني مباشره؟ هل الكميه راح تصلني مباشره ولا في وقت لا تصلني من السبلاير؟ في وقت، في وقت. هذا الوقت شو سميناه؟ سميناه ليد تايم. يعني فعليا بعد ال اللي هي لسه على سبيل المثال 1 ويك هون مثال، راح يجيني الكوانتيتي. طب هذه المنطقه اللي هون صارت، هل في عندي فيها ماتيريال؟ لا لا.
طيب إذا أنا فعليا مش لازم أطلب عند الزيرو، لازم أطلب قبل الزيرو، صح؟ آه. طيب هلا بدي أفترض الافتراض التالي، أنا المسافة تبعتي حتى يصل الايتم اللي هي عبارة عن 1 ويك، خلال ال 1 ويك بستهلك 50 قطعة، إمتى لازم أطلب أعمل أوردر؟ عند لما ينزل ال الانفنتوري بوزيشن تبع الزيرو ولا لما يصل 50؟ لما يوصل 50. ليش؟ لأنه هاي ال 50 خلال الليد تايم اللي هو 1 ويك راح استهلكها خلال هذا الأسبوع، وعملت الأوردر هون أنا، لما يخلص ال 1 ويك شو بيصير بالآيتم الجديد؟ الأوردر اللي طلبتها جديد راح تصل، فراح تصلني الكمية أبكر شوي، لكن خلال هاي الفترة بستعمل ال 50 آيتم اللي كانوا موجودين هون. هلا هذه الرسمة بتعبر عندي نفس المبدأ، هاي الكوانتيتي تبعتي كيو نزلت 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 نزلت، ما بستنى لينزل للزيرو، بستنى لينزل لحد معين بدي اسميه الار. هلا الار راح نحسبه اللي هو بنسميه ري اوردر بوينت. هي الكم ري اوردر بوينت هي عباره عن الكميه اللي لازم شو اعمل فيها، اعمل اوردر في جديد مقداره كيو. هاي الكميه لها علاقه بالمسافه، هاي كم هاي المسافه؟ بدي افترض افتراض هون انها 2 ويكس. خلال ال 1 ويك انا بلزمني كديماند 50 ايتم، فاذا ري اوردر بوينت كم لازم تكون؟ لازم يكون في عندي ديماند يكفيني لاسبوعين خلال فتره الطلب، لانه فتره الطلب مش راح تجيني مباشره. اول ما طلبت بدي الكميه هاي تكفيني مقدار اسبوعين لقدام. طيب مقدار الاسبوع قديش الديماند تبعه؟ 50. كم بلزمني ديماند؟ لكم اسبوع؟ لاسبوعين. اذا الار في هاي الحاله كم بتكون؟ يكون 50. 50 بتكفيني لاسبوع واحد، الاسبوع الثاني وش راح يكون في عندي مجال؟ لانه فعليا بتكون 100. اذا الار تبعتي عباره عن شو؟ عباره عن متوسط الديماند اللي حسبناه المره الماضيه بدي اضربه في ال. هاي الار اللي هي بسميها الري اوردر بوينت. اذا دائما بعمل تشيك للانفنتوري بوزيشن تبعي لما يصل كميه معينه اللي هي الار اللي هي ديماند ديورينج lead time، demand during lead time. إذا وصلت كمية الـ R شو بعمل بالأوردر؟ بطلب أوردر جديد، ما أستنى ليصل الـ inventory position لـ R لـ zero. إذا وصل عندي الـ R خلاص مباشرة أطلب كمية. هاي الكمية شو بتزيد لي بالـ inventory position؟ بتزيد لي بتزيد له بمقدار كم؟ 50. إذا هذه الكمية هون Q maximum، هون في هاي الفترة راح يكون الـ inventory تبعي position هو عبارة عن Q بدي أزيد عليه اللي هي دي براين في ال. مش موجودين عندي هذول الدي براين في ال اللي هي الار على ارض المصنع، لكن انا راح استهلكهم خلال فتره الليد تايم الموجوده هون. فالخط المتقطع هو عباره عن ايه؟ عن الانفنتوري بوزيشن. حكينا الانفنتوري بوزيشن مكون من كم قسم؟ لثلاث اقسام. بدي نفهم الكونسبت تبعهم مره ثانيه. الانفنتوري بوزيشن مكون من اون هاند انفنتوري، بدي ازيد عليه سكيدجول ريسيت، بدي انقص منه باك اوردرز. تمام؟ الخط الازرق بيمثل الديماند، والخط السوليد، والخط المتقطع بيمثل الانفنتوري بوزيشن. طيب نعطي مثال، اذا هذه الرسمه راح تصير تتكرر اكثر من مره. طلبت هاي الكميه، خليني اعمل ديليت للرسمه. وصلت لهون طلبت كمية جديدة، خلال فترة الليد تايم بستهلك هاي الكمية، ما بتصل كمل فترة الليد تايم إلا الأوردر الجديد واصلني، فبتجيني الكوانتيتي الجديدة. كم الكوانتيتي بتصير عند الكيو؟ برد أعمل مرة ثانية وهي العملية تتكرر. فكل دائما كل فترة برد أعمل تشيك على الانفنتوري بوزيشن، إذا نزل تحت عد معين اللي هو سميناه ري أوردر بوينت بطلب كمية جديدة. أعطاني هنا مثال، في عندي شركة سوبر ماركت تستهلك كل يوم 25 كيس من تشيكن سوب، واحد من الايتمز الموجودة عندها. الليد تايم اذا طلبت الايتم لازم اطلبه باخذ معي 4 ايام حتى يصلني. بيحكي لي الشلف الان
عبيتهم وكان في عندي عالشلفات انفنتوري مقداره كم؟ 10. إذا العشرة عبارة عن شو؟ أو اتش اللي هو اون هاند انفنتوري. ما في باك اوردرز، ما في باك اوردرز، يعني هاي الكمية شو مالها؟ زيرو. بحكي لي بس في عندي واحد اوردر، انا عامل له اوردر صار له فترة لسه ما وصلني على الطريق، شو قيمته؟ 200. اذا هاي ال 200 عبارة عن سكيدجول ريسيت، اشي راح يصلني لقدام سكيدجولز بالفيوتشر. بدي احسب الانفنتوري بوزيشن الان تبعي، كم الانفنتوري بوزيشن؟ بحكي انه هاند انفنتوري، كم من هاند انفنتوري؟ 10. سكيدجول ريسيت 200. في عندي باك اوردر ما عندي، كم كميه الانفنتوري بوزيشن؟ 210. بعمل تشيك على الانفنتوري بوزيشن، هل نزل تحت الار؟ الان بدي احسب ار، شو قيمه ار؟ بحكي لي الديماند الاسبوعي كم؟ هاي دي برايم متوسط، كم الليد تايم؟ هاي ال. اذا خلال هذول الاربع اسابيع اللي بعمل فيهم الاوردر، الاوردر لسه ما وصلني خلال اربع اسابيع، هذا ديماند ديورينج ليد تايم. شو الديماند ديورينج ليد تايم؟ سميناه الري اوردر بوينت، اللي هو دي برايم في ال. كم دي برايم في ال؟ 25 في 4 100 كيس. اذا الانفنتوري بوزيشن تبعي نزل تحت ال 200 تحت ال 100، شو بعمل؟ بعمل اوردر جديد، كم مقداره؟ 200. كم الانفنتوري بوزيشن تبعي؟ 210. اعلى ولا اقل من 100؟ اعلى. في داعي اعمل اوردر ولا استنى لما ينزل الانفنتوري بوزيشن لل 100؟ لا ما بعمل، بستنى لما الانفنتوري بوزيشن ينزل تحت ال 100 او تحت، وقتها شو بعمل؟ بعمل اوردر جديد مقداره 200. تمام. هون اعطاني مثال ثاني، حكى لي الاون هاند انفنتوري 10، الري اوردر 100. نفس المثال اللي قبل شوي بس معمول على سلايد بعدي. الهدف انه عندي هي 210 بقارنهم مع 100، اذا ما في عندي داعي اعمل اوردر جديد، هذا الديسيجن تبعي. واضح الايكونوميك اوردر كوانتيتي، واضح الكونتينوس ريفيو سيستم او الكيو سيستم سو فار. بدي ارجع لنقطه هون، واحده من الاشياء اللي افترضنا انه الديماند كونستانت، كم يعني سيجما ديماند؟ لما يكون الديماند كونستانت شو السيجما تبعت الديماند؟ لما يكون الايتم دائما نفس القيمه شو بيكون السيجما تبعته؟ زيرو. لاحظوا عادي الرسمه، هل الديماند فلكتويت اوفر تايم ولا ثابت بينزل خط مستقيم؟ ثابت. هذا الكيس الاولى اللي افترضنا فيها الديماند ثابت. طيب لو كان الديماند متغير، الديماند خلال الليد تايم راح يكون ثابت ولا متغير؟ هون على اعطيكم مثال، حكينا 2 ويكس صح مثلا، وهون حكينا الديماند هو عباره عن 50. لو كان الديماند متوسطه 50 لكن له سيجما، في سيجما ديماند ممكن يكون زائد ناقص على سبيل المثال 10%، يعني ممكن يكون الديماند 45، ممكن الديماند خلال الاسبوع يكون 55. اذا الري اوردر بوينت تبعتي عملتها 100 وكان خلال الاسبوعين الجايات الديماند كان 55 55، مش 50 كمتوسط حسابي لانه فلكشويت، راح تكفيني الكميه ال 100 اللي طلبتها خلال الاسبوعين ولا راح تكفيني؟ ما بتكفي؟
ما بتكفي ليه؟ لأنه الديماند تبعي أنا حسبته ككونستنت 50، لكن ممكن يكون أكثر. لو كان أكثر لتسي على سبيل المثال خمسة إضافية، هي صار في عندي خمسة وخمسة، هي خمستين زيادة، يعني مطلوب مني 110 آيتم، وأنا فعليا خلال هذا الأسبوع بس عملت على جنب، خليت 100 آيتم احتياط، فراح يخلصوا الأسبوعين ولسه قبل ما يخلصوا الأسبوعين شو راح يصير بالإنفنتوري بوزيشن تبعي؟ راح يصير زيرو. طب في هاي الحل شو لازم نعمل؟ هل نخلي الآر زي ما هي ولا نزيدها شوي؟ نزيدها. نزيدها. طيب هاي الكمية الزيادة ليش زدناها؟ شو الهدف منها؟ حتى ما أوصل للزيرة. يعني عبارة عن سيفتي صح؟ إذا الكمية الزيادة هذول العشرة اللي زدتهم بنسميهم سيفتي ستوك. هي كمية إضافية بزيدها حتى أحاول أتغلب على الانسرتينيتي اللي موجوده في الديماند او الفلكتويشن اللي موجود في الديماند. وهذا النوع اللي اخذناه في بدايه المحاضره لما عملنا تصنيف للديماند يوزنج اوبريشنال ميجرز. بالاوبريشن ميجرز حكينا في عندي سايكل انفنتوري، في عندي سيفتي ستوك، وهذا السيفتي ستوك هذا هو موجود هون. اذا مش لازم ازيد 100، كم لازم ازيد؟ اذا الار تبعتي راح تصير عباره عن دي براين في ال زائد مش صفر، ايش بدنا نسميه؟ ايش كميه اضافيه بدي اسميها سيفتي ستوك. هسه السيفتي ستوك كمان شوي راح نشوف راح نحسبها. طيب نجي للرسمه الان حتى توضح هذه الرسمه. ليش عمل الرسمه هاي فيها فلكتويشن الديماند؟ شو ماله، ثابت ولا متغير؟ متغير. لاحظوا هون الديماند مره وصل لهون، مره نزل الديماند خلال نفس الفتره لفتره اكبر، يعني الديماند زاد شوي. فالديماند تبعي كل مره شكل حسب السلوب تبعه، كل مره السلوب تبعه كثير قوي، مره السلوب تبعه شوي اعلى شوي اقل شوي. ففي هاي الحاله الديماند شو ماله؟ مش ثابت. اذا دي براين بدي احط دي براين، ليش؟ لانه دي براين تعبر عن المتوسط. اذا حطيت دي بدون براين معناها كونستنت. إذا حكيت دي براين إذا في عندي سيجما دي. إذا في عندي الديماند شو ماله؟ في له إيه؟ في له سيجما. طيب اذا في عندنا الديماند شو ماله؟ معلش اجاني تليفون. الديماند متغير، حطيت دي براين والديماند فيه له سيجما. الار تبعتي الان بطلت دي براين، دي في ال، بديش احكي دي براين في ال، بتحكي ار تساوي دي براين في ال، وبدي ازيد عليها كميه اضافيه، هاي الكميه بدنا نسميها سيفتي ستوك. السيفت ستوك كيف بنحسبها؟ حسب قيمة سيجما. حسب قيمة سيجما. طيب كيف قيمة سيجما كيف بنعرفها؟ كيف بنعرف قيمة سيجما؟ من الداتا تبعت الديماند. بالعادة بتكون جيفن. خلينا أعطيكم عليها مثال. وقبل ما نحل المثال بدي أتفرج على هاي الشغلة. بدي افترض الافتراض التالي الان. هاي هذا الحكي له علاقه بالتحليل الاحصائي، ما بدي تكون فاهم الكونسبت. اذا مش فاهم الكونسبت عادي طبق على القانون، اذا فهمت الكونسبت يكون احسن. في عندي شركه الديماند تبعها 75 والليد تايم تبعها هذه دي براين يساوي 75 والليد تايم كم يساوي؟ 3. كم لازم تكون ار إذا كان الديماند كونستنت؟ 75 ضرب 3. هاي في حال كانت الديماند كونستنت اللي هو دي في ال، هي 75 في 3. طيب
هل دائما بيكون 75؟ المتوسط تبعها 75 خلال الويك الاول، الويك الثاني، الويك الثالث. طيب انا فعليا الان في عندي ديستريبيوشن جديد اللي هو عباره عن دي برايم في ال، هل الار تبعتي راح تظلي نفس القيمه ولا ممكن تزيد او ممكن تنقص؟ اذا هي ال 75 في 3 شو عن ايش بتعبر؟ بتعبر عن المتوسط الحسابي تبع دي برايم في ال اللي هو 225. ممكن الديماند تبعي يكون خلال هاي الفتره اللي هي 3 اسابيع اعلى وممكن يكون اقل. في نظريه بنسميها سنترال ليميت ثيرم بالاحصاء بتحكي لي اذا جمعت 3 ديستريبيوشن او عدد معين من الديستريبيوشن كانوا نورمال بقدر احسب الديستريبيوشن الجديد السيجما الجديده تبعته شو بتكون. الاسبوع الاول كم سيجما تبعته؟ حكى لي السيجما ديماند هي عباره عن 15 والمتوسط 75. الاسبوع الثاني هو نفس الشيء ديماند نفسه لكن سبعة سيجما تبعته مختلفة اللي هي ثابتة زي هاي. فممكن الديماند في الأسبوع الأول يكون 75، في الأسبوع الثاني ممكن يكون 80 حسب قيمة سيجما. كل مرة سيجما شكل، يعني كل مرة يكون في فاريشن مختلفة بالنسبة للديماند. الأسبوع الثالث نفس الشيء، في عندي 75 لكن سيجما عبارة عن 15. إذا بدي أحسب المتوسط الحسابي لهي الداتا هي عبارة عن 75 75 75. إذا أنا كأني بدي أحسب الآن ديستريبيوشن جديد مقداره دي في ال، شو المتوسط الحسابي تبعه؟ هو عباره عن 75 في 3 حسب السنترال ليميت ثيرم. اذا بترجعوا للتحليل الاحصائي رح تفهموها اكثر. بحكي لي شغله اضافيه، بما انه في عندي فاريشن هون وفي عندي فاريشن هون وفي عندي فاريشن هون، الفاريشن اللي راح يجي في سيجما دي في ال القيمه كامله مضروبهم في بعض راح يكون اعلى شوي، شو قيمته؟ له علاقه في هذول القيم اللي هون. بيحكي لي قيمته راح تكون عبارة عن ال اللي هي الثلاث مضروبة اللي هي سيجما الديماند مضروبة في جذر الثلاث، اللي هي كأني بدي أحكي هي عبارة عن جذر ال في سيجما ديماند. طيب إذا أنا بالنسبة إلي كم سيجما الجديدة تبع الديماند دي في ال راح تكون؟ اخوان كم عندي اسبوع؟ ثلاث. اذا بدي اضرب جذر الثلاث في 15، كم كان جذر الثلاث في 25.98 تقريبا 26. اذا دي براين في ال تبعتي اذا بدي اطلب كمتوسط حسابي اللي هي 225 صار في عندي ديستريبيوشن جديد. هذا الديستريبيوشن اذا طلبت زي اول 225 شو احتماليه البي الديماند للكستمر؟ اذا طلبت جدلا طلبت المتوسط الحسابي تبع هذا الديستريبيوشن شو احتمالية يكون في عندي ستوك اوت انه اخلص الداتا عندي تخلص الانفنتوري الموجود عندي حسب هذا الديستريبيوشن الموجود؟ اذا طلبت عن النص بالضبط اللي هي 225 شو احتمالية تكون ستوك اوت؟ كم المساحة؟ يعني الديماند راح يجيني ماكسيموم 225 على هاي الحالة او اقل؟ كم المساحة تحت ال 225؟ على النورمال ديستريبيوشن سيمتريك جاي هون. مساحة يا عمي نص الديستريبيوشن قديش مساحته؟ هذا المساحة تحت الكيرف واحد نصه كم بصير؟ نص. يعني أنا متأكد بنسبة 50% إذا اشتغلت على 225 متأكد بنسبة 50% إنه ما راح ينقص عندي انفنتوري. طب هل كويس أشتغل على 50%؟ هل كويس أشتغل على 50%؟ لا لا، لازم أشتغل على كمية أكبر شوي صح؟ صح. كم قيمتها؟
يعني برنج 80 إلى 90. طيب هلا مو شرط تكون 80 او 90، انت حسب البزنس تبعك. فبدي افترض الافتراض التالي الان، بدي افترض انه انا بدي اشتغل على كميه مقدارها كم، هذه المساحه بدي تكون 90%، لازم اطلب 225 ولا اكثر؟ اكثر، باخذ مثلا 5 اسابيع. هلا كم كميه بالضبط لازم اخذ اكثر؟ انا حاكي بدي اغطي 90%، اذا على 90% هاي زد تبعت ايش؟ تبعت 90%. برجع على النورمال ديستريبيوشن تيبل بشوف قيمه الزد الموجوده عندي هاي هون لهون. طب هذه المسافه كم قيمتها بالنسبه لهذا الديستريبيوشن؟ كم لازم ازيد على 65 على 225؟ هاي الديستريبيوشن، هاي سيجما تبعته، كم ماخذ زد الاضافيه؟ نفترض انه هذه القيمه تبعت ال 92، خلينا نشوف اذا في محسوب 90% في محل. هاي 90% اللي هي 1.28، هاي القيمه تطلع 1.28، هاي تساوي 1.28. يعني اذا اخذت زد فاليو قيمتها 1.28، المساحه اللي تحتها كم راح تكون؟ راح تكون 90%. لازم ازيد اذا على 225 كم؟ هاي السيجما، هذه المسافة اللي هي اكس بدي اسميها، الان بدي اسميها سيفتي ستوك. هذه السيفتي ستوك تساوي زد تبعت 90% مضروبة في كم؟ في سيجما تبعت دي براين في ال، دي في ال. طب زد تبعتي كم؟ 1.28. سيجما تبعت الدي في ال كم قيمتها؟ 25.98. كم قيمتها هاي القيمة تطلع؟ 1.28 ضرب 25.98 طلعت تقريبا 33، تقريبا 70. دكتور معك. طيب اذا هذه القيمه كم تقريبا؟ 33. اذا الار تبعتي بطلت 225، كم لازم تكون؟ 225 زائد 33 اللي قيمتها تقريبا 258. إذا نزل الانفنتوري بوزيشن تبعي تحت ال 258 بعمل اوردر، مش تحت ال 225. طب إذا عملت هذه العملية أنا بكون متأكد كم 100% إنه عندي ما راح يكون في ستوك أوت؟ نسبة 90%. نسبة 90%. هاي 90% شو بنسميها؟ لها اسم الآن. بنسميها سيرفيس إيش؟ سايكل ليفل. او سايكل سيرفيس ليفل. شو قيمه هاي الار صارت الجديده تبعتي من هون للاخير اللي هي المتوسط الحسابي تبع دي براين في ال، بدي ازيد عليه هاي الكميه اللي هي عباره عن زد فاليو مضروبه في سيجما ديورينج ليمات تايم، ديورينج ليد تايم. طب هذه المنطقه الحمراء عن ايش بتعبر؟ انا احتماليه probability تبعت ستوك اوت، احتماليه انه يكون في عندي خلال هاي الفتره انه خلص خلص المخزون عندي. طيب اذا الان كقانون عام الار تبعتي شو تساوي اذا كان اذا كانت الديماند متغيره؟ بحكي عباره عن الافرج تبع الديماند مضروب في ال زائد سيفتي ستوك. بطريقة ثانية بدي احكي دي براين في ال زائد سيفتي ستوك اللي هي عبارة عن سيجما مضروبة في زد مضروبة في سيجما تبعت دي في ال. بطريقة ثالثة دي براين مضروبة في ال زائد زد. وشو علاقة سيجما
حكينا سيجما دي ال شو تساوي؟ جذر ال في سيجما ديماند. اذا هون بدي اضرب كاني بدي اضرب في سيجما ديماند في جذر ال. هذا القانون اللي راح نستعمله. هذه الكميه شو بنعبر عنها؟ شو بنسميها؟ سيفتي ستوك. واضح؟ تمام؟ هاي القوانين حكيناهم هون. اذا ريوردر بوينت عباره عن دي براين في ال زائد سيفتي ستوك. وحكينا السيفتي ستوك هي عباره عن زد مضروبه في سيجما تبعت الديماند ديورينج ليد تايم. وهي حكينا تساوي زد مضروبه في سيجما ديماند مضروبه في جذر ال. ال هي عباره عن ليد تايم. نحسب بس كمثال سريع ونخلص حتى المره الجايه نشتغل شيء ثاني. لما اشتغلنا على البير فيدر طلع 75 وكان الديماند 15 اعطاني الستاندرد ديفيشن تبعته. اذا هاي دي براين وهاي سيجما ديماند. حكى لي الليد تايم كونستانت مقداره 2 ال ايكوال 2. لازم احسب السيفتي ستوك هي عباره عن زد. حكينا بدي اخدم 90% من الكاستمر 90% من الحالات. كم الزد فاليو تبعتها؟ برجع على النورمال ديستريبيوشن تيبل هي 1.28. بدي اضربها في سيجما ديمان مضروبه في جذر ال. هاي عباره عن سيجما ديمان مضروبه في جذر ال. كم جذر ال؟ 2. سيجما ديمان كم؟ 5. 5 مضروبه في جذر 2. هذه القيمه طلعت 7.07. عندي 9.05. هاي عباره عن شو؟ التسعه. شو بنسميها؟ سيفتي ستوك. امتى بطلب اوردر جديد؟ هي دي براين في ال زائد السيفتي ستوك. دي براين اللي هي عبارة عن 18 مضروبة في ال هي 2 بزيد عليها 9 اللي هي سيفتي ستوك اللي قبل شوي عند 45. إذا نزل الانفنتوري بوزيشن تبعي تحت ال 45 شو بطلب؟ بطلب كمية جديدة مقدارها كيو. كم قيمتها؟ كم قيمتها؟ 75 اللي هي ايكونوميك اوردر كوانتيتي. هذا السيستم تبعي في حال كان ايش؟ كان الديماند مش ثابت. اذا دي رقم ولها سيجما ديماند. اذا احنا سو فار شو ماخذين حاله حالتين. الحاله الاولى اللي هي الديماند كان كونستنت والسيجما ديماند تساوي زيرو. فالسيفتي ستوك شو راح يكون؟ يساوي زيرو. هون السيفتي ستوك لا يساوي زيرو. اذا هاي الكيس الاولى الديماند ثابت. الكيس الثانيه الديماند متغير. في عندي كمان كيس رقم 3 ناخذها المره الجايه. في عندي سيجما ديماند وفي عندي سيجما ليد تايم. هل الليد تايم ممكن دائما يكون ثابت ولا ممكن يكون متغير؟ هل الليد تايم ممكن يكون متغير؟ لا. يعني طلبت اوردر من السبلاير دائما بيوصل لي على يوم ولا ممكن مرات 3 ايام ممكن مرات يومين؟ يعني ممكن يكون الليد تايم متغير. ممكن في احتمال يكون كونستنت وفي احتمال يكون متغير. اذا كان متغير يعني فعليا الليد تايم بيكون 2 زائد ناقص 1 مثلا على سبيل المثال. فممكن يوصل لك اياه بيومين او ممكن يوصل لك اياه بيوم او ممكن يوصل لك اياه بثلاث. طبعا احنا ما بنحكي زائد ناقص 1 بنحكي سيجما ليد تايم. الحاله الثالثه راح نشرحها المره الجايه. في اسئله عن محاضره اليوم؟ بتصير بس قيم سيجما بتكون معطى بالسؤال صح؟ بتكون معطاه 100%. تمام. هلا اذا مش معطاه الاصل تشوف الهيستوري تبع الديمان تبعك وانت تحسبها. بس طبعا انا في هاي الحاله راح تصير الامور صعبه شوي علينا. احنا بدنا نفترض انها معطاه سيجما. تمام؟ طب دكتور كمان سؤال. اسألوا. أنا بس كنت أسأل عن مادة الكويز يوم الأحد. Economic order quantity time between order والكوست تبع الانفنتوري. يعني محاضرة اليوم مش ده؟ لا لا بدي تحسب الـ Economic order quantity والكوست تبع الانفنتوري. طيب تمام سلم ديت. طيب نعبي الحضور والغياب وإذا في حدا عنده أسئلة يسأل.
دكتور بدي أسأل، هل الـ Continuous Review System يعني بالنهاية شو اختلف عن الـ Cycle Inventory؟ يعني إني بس بضل أتفقد الـ Inventory اللي عندي، بس يعني بضل اتفقد الـ Inventory. يعني بالـ Cycle Inventory خاص بس لما يحد يوصل الصفر يعني برجع من جديد. فعلا 100% هو عبارة عن Cycle Inventory، بس إنه في Review دائما بضل أعمل Review. يعني دكتور في حالات على أرض الواقع إنه عادي يوصل عندي الديمون للزيرو وجيب طلب جديد وعبد ما يوصلني وهيك يعني، وفي أشياء تانية ما يوصل، بيهمني إنه ما يوصل للزيرو، بيهمني ما يوصل الانفنتوري بوزيشن ما يوصل للزيرو. يعني أضرب مثال زي حالة السالت لما وصل الأكسجين إنه خزانات الأكسجين. أيوة. نفس الإشي. هلا شو لازم كان يعمله؟ يراقبه إنه ما يوصل لحد معين عشان ما ينزل. اللي هو نسبة البوينت اللي هي الديماند مضروب خلال فترة الليد تايم، وبدهم يضيفوا عليها قيمة إضافية سيفتي ستوك، والسيفتي ستوك في هاي الحالات الأصل شو يكون قيمته أعلى شوي. تمام؟ آه تمام. دكتور فورم الحضور والغياب مش موجود على الجروب صح؟ نزلته في المكان الغلط، هي نزلته مرة ثانية. تمام؟ بيّن عندكم صح؟ بيّن. هل الكيو سيستم هل الأسلوب مناسب؟ راح نحكي عنه المرة الجاية. هل في عندي أساليب ثانية مختلفة غير الكيو سيستم؟ نعم في موجود. طيب يعطيكم العافية، بنشوفكم إن شاء الله يوم الأحد. راح يكون في كويز، راح نعطي شوية يعني محاضرة جديدة. يوم الثلاثاء راح تكون عطلة، راح نرجع الأحد اللي بعده، الثلاثاء والخميس راح يكون عطلة بعد العيد. فيوم الأحد عندنا محاضرة وفيها كويز. تمام؟ يعطيكم العافية. السلام عليكم.